تظاهرات البصرة والجنوب العراقي عموما تفجرت في البداية بسبب عدم توفر الماء والكهرباء وتفشي البطالة وسوء الإدارة الحكومية العامة تطورت التظاهرات سريعا الى غضب وسخط شعبي على كل قوى العمليه السياسيه ورعاتها خاصه ايران التي احرق المتظاهرون قنصليتها في البصره. وقد حاولت قوى السلطه وميليشياتها ومنابرها الاعلاميه شيطنه المتظاهرين بكيل الاتهامات لهم وربطهم بالاجندات الخارجيه والعماله لامريكا والكيان الصهيوني وغيرها، وبينما ما زال شركاء العمليه السياسيه يتصارعون ويتنازعون على ما يسمى الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة القادمة بعد مرور أكثر من أربعة شهور على إجراء الانتخابات البرلمانية، جاءت هذه الرسالة الشعبية الثانية بعد المقاطعة الشعبية التي تخطت نسبتها الثمانين 80% وهي التظاهرات الشعبية الساخطة، لتكون هذه الجموع الغاضبة بحق هي الكتلة الشعبية الأكبر المعبرة عن هموم شعب العراق وصراعه مع القوى السياسية والميليشيات التي تحكمه منذ 15 عامًا، تعرض نشطاء هذا الحراك أو الكتلة الشعبية الأكبر للملاحقة والاغتيالات والاعتقالات بذريعة ملاحقة المخربين الذين هاجموا المقر الحزبية وأحرقوها. ونتيجه سوء الاداره واستشراء الفساد ونهب الاموال العامه وانتشار الامراض وشح المياه وانقطاع الكهرباء وانتشار البطاله والقتل والخطف والتهجير في كل العراق اصبحت التظاهرات ظاهره من ظواهر شعب العراق فما ان تخمد تظاهره حتى تتفجر اخرى مجددا وهذا هو الحال منذ عام 2003، ورغم كل الاشارات التي يرسلها الشارع العراقي للساسة من مقاطعة الانتخابات ومن نقد وشعارات منددة ومتوعده اياهم وسياساتهم الا ان الساسة والاحزاب الحاكمة قابلت هذا الحراك الشعبي بالحديد والنار والتجاهل وعدم الاكتراث وهذا الخطأ القاتل لها، لان صبر الناس المسحوقة اوشك ان ينفد ان لم يكن قد نفد فعلا.